هرجع تاني لأخبارنا. اتحاد الكرة بيخاطب 5 اتحادات أوروبية لقيادة مباراة القمة. شوفوا بقى، هو احنا طول الوقت نتكلم طبعا تحكيميا، طول الوقت احنا بنتكلم على الجزئية اللي بتخص انه خلاص الاهلي فاز ببطولة الدوري، فالمباراة ديت بشكل او باخر مباراة تحصيل حاصل. هي الامانة تحصيل حاصل، والامانة مرة اخرى كمان قد يكون بالنسبة للنادي الاهلي تحديدا يعني مجموعة جديدة تلعب او تبقى موجودة او تاخد فرصة، قد يكون يعني ما عنديش جزم بالموضوع ده. انما يبقى ليه لقاء القمه اهميته وطعمه ونكهته ومذاقه الخاص، دي قصه منتهيه. يعني ماتش الاهلي والزمالك اتعودنا من واحنا عيال صغيره انه هو ده الماتش اللي البيت كله قاعد يتفرج عليه، من الماتشات اللي انت تستمتع وتنتظر فيها اداء فني مميز، سواء ده مرتبط ببطوله الدوري انه الفرقتين اللي هيكسب منهم هيبقى خلاص شرف على الفوز ببطوله الدوري، او لو احد الفريقين فايز وخلص زي ما احنا في الموقف ده بالذات، فبيبقى الفريق الثاني عنده الرغبه وعنده الدافع انه بمعنى اصح كده يعني يخطف منه فرحته ببطوله الدوري. فلذلك اتحاد الكره ارتقى انه يجيب طاقم تحكيم اجنبي علشان ما يبقاش فيه اي نوع من انواع المشاكل والموضوع يبقى خلصان. دي لقطات من الدور الاول واللي فاز فيها النادي الاهلي على نادي الزمالك بهدفين دون مقابل. شوفوا حسين السيد كان متالق في الفتره ديت مع نادي الزمالك. ماشي.